لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام، فالرب أكرمني تجاوز عن خطاياي الجسام، وإلى جنان الخلد أدخلني مع الصحب الكرام، وخطوت في عدل سعيدا حيث قد طاب المقام. لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. إن روائح الدنيا الطيبة تقدر أثمانها بحسب طيب رائحتها وطول بقائها، وما في الجنة إلا روائح طيبة يشمها من قرب ومن بعد، وهي روائح زكية تدوم فلا تنقطع ولا يضعف أثرها. وريح الجنة هو أول ما يستقبل به أهل الجنة، لأن الروائح الطيبة تدل على طيب المكان. والإنسان بطبعه إذا استأجر نزلا أو قصد منتزها فأول ما يرغبه فيه أو ينفره منه ريحة ذلك المكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبر عن ريح الجنة ذكر أنه يوجد من مسافات بعيدة، ومما ورد في ذلك أن ريحها يوجد من مسيرة 40 سنة، ومن مسيرة 70 سنة، ومن مسيرة 100 سنة، ومن مسيرة 500 سنة. كل ذلك جاءت به الأحاديث، وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بوجه، بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال، فمن أدركه من مسافة بعيدة أفضل ممن أدركه من مسافة قريبة. 40 سنة أقل زمن يدرك به ريح الجنة، وهذا يدل على عظمة رائحتها وعبيرها. ريح الجنة، وما ريح الجنة، كم اشتاق إلى ريحها الصالحون، فسابقوا إلى رماح العدو وسيوفه يتلقون منها المنون ليبلغوا مناهم. منهم أنس ابن النضر رضي الله عنه، لما هزم الناس في غزوة أحد تقدم إلى المشركين وأخذ يقاتلهم بكل شجاعة وهو يقول: واها لريح الجنة أجده دون أحد، فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فما أطيب ريح الجنة، 84 جراحة ما منعت أنس رضي الله عنه عن التقدم إلى المشركين حتى لقي ربه عز وجل. لماذا؟ لأنه وجد ريح الجنة دون أحد، فنسي الدنيا وما فيها. ولولا أن للجنة ريحا ينسي ملذات الدنيا كلها لما قال أنس ما قال، ولما ألقى بنفسه على الأعداء. في صحيح مسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك. فحيث أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون يكون مصرفهم عن طريقين، هما الرشح كرشح المسك والجشء كما في الحديث. وقد سأل يهودي نبينا عن مصرف الطعام والشراب، فأجاب عليه الصلاة والسلام: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطن قد ضمر. قال ابن الجوزي:
لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذر، بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه. يا الله، أيها الأحبة، ثمة ذنوب تحرم الإنسان من رائحة الجنة، إما على الدوام كالكفر والنفاق، وإما ابتداء فيسبقهم الناس إلى ريح الجنة وهم يتأخرون بسبب ذنوبهم. من هؤلاء المحرومين من تعلم العلم لغير الله، ومن قتل ذميا، ومن انتسب إلى غير نسبه، ومن غش رعيته ولم ينصح لها، ونساء كاسيات عاريات، ومنهم المرأة تطلب الطلاق بلا سبب وجيه، وكذلك العاق لوالديه والقاطع لرحمه والشيخ الزاني ومن جر إزاره خيلاء، وكذلك مدمن خمر. هؤلاء يحرمون شم رائحة الجنة. فإذا وجدت نفسك بين هؤلاء فبادر بالتوبة، فلا يمنع رائحة الجنة إلا محروم. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. ورأيت ما لا قد رأت عين ولا سمع الأنام، حور قصور زخرف ثمر وأنهار المدام، حتى فرحت بأن نظرت لوجه ربي في بويا، فبلغت غاية ما أريد وحينها تم المرام، وسعدت بالرضوان بالرحمات في حسن الختام.